إخوان السلام عليكم. إخوان بتاريخ 18/9/2024 هذا الخير ديال ولاد إسماعيل ياك ولاد سعيد الواد. لا واحد ديال ولاد عبد الله راه محسوبه على ولاد عبد الله. هي محسوبه على ولاد عبد الله. تقريبا يلا اليوم الأول ولا بديتوا شحال هذا؟ على البارح. على البارح. باقي هو ما كاينش دابا درتي سبق. الزريعه هاد الزريعه كتسبق كتخرج دابا في المحلات كيكونوا شجرات هما تيسبقوا يعني داكشي الاخر مازال باقي مازال اوكي يعني سبعة دراهم الكيلو ياك سبعة دراهم الكيلو الاخوان هنايا باش كاين بني ملال نديو الباروك بعدا ندوزو ديال هاد الخير هذا تبارك الله هادو شحال جايبين هادو مرحبا شوفوا السليعه بعدا كي دايره دابا الاخوان راه باقي بيض بحال هذا الشكل هذا ولكن حلو ياك حلو وما فيهش العظم ولكن ما كاينش الحموريه في الحبه يعني باقا بيضه بحال هذا الشكل فيها واحد الشويه هاد الزريعه هكا دايره الاخوان كما قال لنا الاخ ودابا حاليا راه 7 دراهم الكيلو اللي داير واللي بغى يجي ليها الاخوان راه تيكون ورا مرجان اللي بغى شي كميه ولا شي حاجه يجي ورا مرجان ومرحبا نديو بعدا بارك نشوفو كي داير مرحبا الاخوان فاش دقت واحد الحبه كانت مقلوعه والله الا حلو واخا كما قال ابيض نزيدو نكمل جوج هادي عاد تضويقه دابا معاك الكرام